سيدنا شو هي المفاجأة؟ ولا رح أطب؟ قلت لي رح أطب؟ كويس، وهو المطلوب أنك تطب وتريحني من شرك. سيدنا الضيوف وصلوا. خليني تفضلوا. أهلا وسهلا. يا هلا. هاي. أهلا، نورت الفيلا. مرسي. كيفك؟ تمام الحمد لله. بعرفكم، شاهيناز سيدة أعمال وراح تكون زوجته لجابر. بالعادة الشاب هو اللي بيطلب إيد الصبية، بس هلأ الزمن تغير، مشان هيك بدك تسمح لي قدام كل الموجودين أني أطلب إيدك لتكون زوجي ورفيق المشوار. مبروك جابر. بارك له. شرفي. روي ينقدك. ربحت ورقتي نصيب وراح تربح صبية حلوة، أحلى صبية بالشام راح تكون زوجتك. وهيك الستين مليون اللي معك راح يسبحوا مع المئة مليون اللي عند شهناز، وهيك ما حدا بيطلع له علق ويفتح تمه بالشركة الكبيرة اللي عملتوها واللي أنت شريك فيها. إن شاء الله طبعاً بكره جايين على الصفقات وعلى العقود. كيف الأمر؟ تمام كثير منيح. احترام سيدي، آسف عم بحكي معكم بالوقت. أهلين رأو بخير، شو في؟ سيدي أنا موجود قدام فيلا دخل عليها قبل شوي أبو نبال. أكيد؟ 100% سيدي. طيب اعتقلوا فورا. لا هيك عم أتصل بسيادتك سيدي. ليش عم تتصل؟ إن شاء الله فهمني. سيدي الفيلا اللي أنا قدامها هلا لما مسؤول كبير بالبلد. إيه؟ أنا عم فكر اقتحم الفيلا. مسؤول كبير؟ طيب شو أخذ واحد مثل هذا لعند مسؤول كبير بالبلد يعني؟ والله يا سيدي بتكون تسألوا المسؤول. هلأ قبل ما أسألك مين المسؤول، ليش ما بتأجل لحتى يطلع من الفيلا وبتجنبنا الاصطدام مع حدا؟ سيدي أنا خايف ولاد من إيدي. العملية جوات الفيلا مضمونة 100%. يا رؤوف، الدخول لأي فيلا تهور، وخاصة إذا عرفنا إنها لشخص كبير. بس كبير ما بصير يكون عم بيتعامل مع مشبوه سيدي. هلأ خلص أجل الموضوع لبكرة. سيدي ما في وقت لبكرة، أنا هلأ بدي الموافقة. أنا ما فيني بعطيك موافقة، أنت قدر الموقف وتصرف، بس بدك تكون على دراية تامة بالنتائج. الموقف مثل ما أنا قلت لكم يا سيدي. أنت ضابط عمليات هلأ، وتقديرك للموقف ممكن يكون أدق. سيدي فوت ولا ما فوت، أنا بدي أمر عسكري واضح. بكرر، أنت قدر الموقف وتصرف، بس أنا ما بشجع الدخول على الفيلا قبل ما أعرف مين صاحبها. تصبح على خير. شو سيدي؟ تهرب من القصة كلها بعد ما عرف إنه في مسؤول كبير بالنص. طيب شو متصرف؟ عم بقدر اخذ قرار. سيدي الاسلم متابع ابو نبال بعد ما يطلع من الفيلا. نور الفيلا يا عروس. ايه جابر؟ صحة وعافية. على قلبك سيدنا. ما سمعتنا صوتك، ما حكيت ولا كلمة خير. والله يا سيدنا ما بعرف يعني شو بدي اقول لك. ما عم يطلع معي كلام. بدلني رأيك بالعروس؟ أنا منقي لك أحلى صبية بالشام كلها. هذه خزيت العين وإن شاء الله فيها البركة. الله يبارك فيك. فيها البركة ما اختلفنا، بس يعني شو رأيك فيها؟ أنا بحكي عنه معلم، لسه لسانه مو بقالش على الحكي. اتركه هو يحكي. ولك يا جابر، سيدنا عم يسألك عن مواصفاتها، يعني قل له تمها مثل الكرزة، خدودها بتخلي الصايم يفطر، ولكن طوق أبو نبال.
عفوا سيدنا، بس عم علمه. بلاها شطارتك هلا، أجلها. حاضر. إيه جابر؟ قل لي شو رأيك؟ حلو عروستك ولا لا؟ والله يا سيدنا ما بعرف شو بدي أقول لك. أحسن من طليتا؟ شو بك جابر؟ ليش ما عم بجاوب؟ شو بنقول لك جابر؟ سيدنا عم يسألك ما ترد عليه؟ والله يا سيدنا يعني أنا الحقيقة بعمري ما خطر لي إني قارن بين طليقتي وأي حدا تاني. شوف مسيو جابر، أنا ما بيهمني إني أكون أهم من حدا، أنا بيهمني شغلة واحدة بس، إنك تكون مخلص. أنا بعمري ما خنت مرتي. حلوة. أنت فهمتني غلط، أنا قصدي تكون مخلص للشغل اللي بيننا، للبزنس يعني، وغير هيك أنت حر. شوف جابر، اللي بتوصله شهناز بأنه زواجكن مجرد خبر للجرايد وممكن يوقف عند هالحد. كيف يعني سيدنا؟ يعني أنت زوجها بالاسم، بس ممكن ها ممكن تتطور علاقتكن وتصيروا زوجين عن جد، بس هذا الشيء بيرجع لكم، أنا ما دخلني. ماشي سيدنا. مبروك. الشباب يعمل حاله هربان ونحن لحقينه، خليه يدخل على الفيلا يدب الباب بلافة على أساس هو عم يطلب الحماية. نحن رح نداهم الفيلا بعد 5 دقايق، وهيك طبيعي أنه نطلب هويات الموجودين. فهمتني؟ فهمتك سيدي. شو رأيك؟ حلو الفكرة كتير. طيب عظيم، نفذ بسرعة، خلي الشباب يرجعوا السيارات لورا لحتى ما نفوت نظر، ونقي لي واحد من الشباب يكون فهيم. سيدي بفضل كون أنا. معقول؟ طيب بعد ما صير جوا البيلا سيدي، شو قول إذا قالوا لي لشربان؟ أنا هذا ما كتير مهم، يعني فينك تنقي لك أي تهمة، قاتل أو سارق أو مظلوم، يعني أصلا هنا ما رح يلحقوا يسألوك. حاضر سيدي. عم ترد على محمولك، زعلت منك. كيفك؟ الحمد لله الحمد لله. اعمل لك عشاء؟ اعمل لك عشاء؟ لا لا لا، جاي احكي معك كلمتين وراجع. راجع؟ ما لحقت توصل لحتى تروح؟ لا ترقي مخي، عم لك بدي احكي معك كلمتين، عدي واسمعيني وبدون كثرة حكي. حاضر حاضر رح اسمع. انا بكره طالع مشوار برات الشام، يمكن طول. قديش يعني؟ ما بعرف. طيب لوين؟ على الهفا. هلا هيك؟ والله على الهفا، ما عم امزح. ايش يعني؟ يعني اذا انا طولت وما رجعت بتضبي اغراضك وبتروحي على بيت اهلك. ابو ايش عم تحكي ابو الزين؟ غيري قلبي. مثل ما عم فهمك، بتعملي كل شيء على الساكت وبدون طول لسان، بعرفك لانه. طيب
فهمني حبيبي، ما هو أنا مرتك، حبيبتك، تاج راسك. بلا بلا، مرتي وحبيبتي وبطيختي، بس أكثر من اللي قلت لك إياه ما رح أقول. وبرجع بفهمك، تعملي كل شيء على الساكت بدون طول تلسان. خاطرك. مع السلامة. الله معك. مع السلامة يا حمامي. الله معك حبيبي. ايش يعني على الهفا؟ لا يقوم بده يتجوز علي؟ راحت عليك يا أمي الزين. معلش سيدنا، أنا بشوف شو الموضوع. شوف اليمين هالحمار. دخيلكم، أنا بجيب لكم دخيلكم. لحالي أنا من هربان منه. دخيلك ولا نفس ولا دخيلك. أنا بجيرتك ولا كسرات. مين لحق ولا الأمن؟ شو عمل؟ واحد من الحارة نصفني تقرير. هلا أنت بتعرف لوين فايت؟ لا والله، لقيت حالي هون، قلت بطلب حمايتكم. شو بتشتغل أنت؟ أستاذ مدرسي. وشو هالتقرير هذا اللي بيخليني الحقوك لهون وتهرب منه وتوصل لعندي؟ بس خليني افلتني شوي، خليني افلتني، لا اقدر احكي لك، راح اموت، راح يخنقني. ارفع عنه بالبال. احكي له شوف. بس دقيقة، بس لا اخذ نفس راح اموت. سيدي شو عم تقول؟ يا رؤوف، الاوامر مو من عندي. أنا حكيت مع القيادة وكان هيك الرأي. اسحب عناصرك وارجع على الفرع. سيدي ناصر صار جوا، مستحيل اسحب. رؤوف، لا تخرب الدنيا فوق راسك، هذا أمر ما في أخذ ورد، ممنوع الدخول على الفيلا. سيدي المقلب بتحمل أي تراجع؟ مستحيل، الانسحاب مستحيل سيدي. والله بدك تتحمل مسؤولية طيشك، أنا قلت لك إنه ما بشجع الدخول على أي فيلا. طيب والحل؟ حكيت مع القيادة وإجت التعليمات يلي بلغتك إياها. مع السلامة. يا أبو على كيفك. وبعدين ما أخذت نفس؟ إذا بتريد والله لسه نفسي مقطوع. طيب هويتك؟ ها؟ هويتك؟ هويتي ما مع هوية. يا جابير، تعرف شو هذا الحمار؟ أهلا أهلا. عطية لسيدنا. عم قول لحالي الدقة مو دقة أستاذ مدرسي. هاي هويتك؟ بلشي تاتخ. أنا يا شباب، اليوم في حكاية كتير حلوة رايح أحكينا إياها سيادة المساعد أول ناصر، بس بعد ما أعمل هالتليفون الصغير. يا سيدي بس خلص. Thank you.
يعني بتعرف سيادة المقدم، أنا خبرتك من حرصي على سيادة المقدم رؤوف، الرجل صديقي وما بدي يتهور بقصة كبيرة. الله يجزيك الخير وشكراً أنك بلغتني. سيادة رئيس الفرع هلأ أكيد بيكون حط حد لتهوره، وهذا بفضلك. ولو أقل من الواجب، يعني هيك أنا بكون حسنت أحمي صديقي بدون ما يعرف. لا طبعاً، ويا ريت نضل على تواصل مشان نحن اثنين نحميه من تهوره، ما هيك؟ أكيد. مرة تانية لا تواخذني على الإزعاج، وتصبح على خير سيادة المقدم. أهلين دكتور. ولو كمل. سيادة المقدم طلب إنه نقتحم الفيلا بهي الطريقة. عن جد؟ ودخلك يعني سيادته ليش ما اقتحم؟ ما بعرف، بجوز يكون صار معه شيء. ومن اللي على بيتك ومن تم ساكت، وبكره لكل حادث حديث. سيدنا معقول خليه يروح هيك؟ ايه طبعا، بس خلي هويته معك. حسابك بعدين يا حيوان. ابو نيران بدون ولا كلمه خليه يروح، وتعال نكفي سهرتنا. عرسان شرف. الله بيحبك. يا بتسبقني يا بسبقك، لأنه واحد منا لازم يخلص على الثاني، وأكيد العقل لازم ينتصر على العضلات، هيك التاريخ بيقول. بس يا خوفي التاريخ يغير رأيه على حظي. بتكون كملت معك يا صلاح. سيدي ليش ما اقتحمت الفيلا؟ شو صار معك جوا؟ شو هالسؤال سيدي؟ تبهدلت وتزليت. بوس ايدك تلي شو اللي صار؟ رئيس الفرع موافق نفوت. يا سيدي بس انا انخرب بيتي، ضربوني واخذوا هويتي، وما بعرف بكره شو ممكن يصير. كان ما يوافق وقت كنا برا، مو بعد ما فوت. هيك صار. شو يعني هيك صار؟ وطي صوتك. وطي صوتي؟ اذا بتعرف حالك ما بتسترجي تعمل شيء لموافقة رئيس الفرع، ليش بتخليني فوت هالفوتة؟ ولك حمار حاجة تعلي صوتك. بعرف اني حمار لاني ايدك اليمين اللي بتقطعها انت ما بدك. لك شو بصر لك يا بني ادم؟ ما بيصير سيدي، باي شرف بتخليني فوت هالفوتة اذا بدك تتراجع؟ أنا ماني كلب ترميني وقت الزنقة. طيب اهدى هلأ، بكرة بنحكي. يا سيدي أنا رح ينخرب بيتي. ناصر لا تخاف، أنا معك وما بدي كلمة زيادة. يلا بكرة بنحكي. يا سيدي بس